شافوا الماركه تاع تمام تيبيكمون الجزائريه هنايا يعني. ممكن نهضروا سي انتر الجزائريه دونك كون ندير حاجه ا ديستيناسيون دو ماروك يغيتكم الحال نو انا خاطيني وخاطيكم انا سي نهضر على الجزائر من منطقة الجزائر منطقة الجزائريه عندما قابلتم بحكم ذاتي من فرنسا 62 كانت غلطتكم الكبرى انا ما كنتش معاه مع الامه المغاربيه ومادام تقول لي الامه المغاربيه انا ما نسمعلكش خلاص ما رايك في ابناء جمعيه العلماء المسلمين كلهم مفرنسين معربين في وقت الاستعمار لماذا ديغول ابعدهم وقبل المعربين من بقايا الاخوان المصريين يا خويا القعقاع لا كيسيون تاعك والله ما فهمتها مليح ما نكذبش عليك شكون ابناء جمعيه العلماء تقدر لي الناس تاع جمعيه العلماء المسلمين لا بوزيشن تاعهم ما فهمتهاش ان توكا في اون فيوا بون باسي بار جمعيه العلماء باسكو لا تي كري اون 33 يا نون اون 31 لا تي كري ونشوفوا التداعيات نتاعها لي سيفر كاسكو تي بونس دو جمعيه العلماء كاسكو فو لي جون بونس شيخ عبد الحميد بلاديس البشير الابراهيمي طيب العقبي التبسي شكون 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 على الاكتيفيتي تاعها سيتي جينيال سيتي اكسيلون كانوا عباقره عباقره وكانوا ديغيري اون بلوس بصح كان عندهم وعي اكبر من الناس بكل بالوضعيه الثقافيه للمجتمع الجزائري جمعيه العلماء حاجه اكسترورديينار شوفوا ليطوال نور افريكان يعني كيما نقولوا حنايا منبثق الشيوعي اون كلكو سورت اباراديك الباعتيزم ولا رابو مي سالي بون سيتي لا بوليتيك تاعو داك الوقت مي الحركات الوطنيه اللي خلقت منهم جمعيه العلماء المسلمين لا كرياسيون دوس لورغانيزاسيون سيكريت بوندون لو ام تي ال دي لو اف ال ما نعرفش به بور مان اكزيست با لو اف ال كاع سي ان انفونسيون ولا اون سوبرشيري ولا اون ارناك ولا لفلان نو لورغانيزاسيون سيكريت لي كولونيل دو لارمي دي ليبراسيون ماشي ناسيونال دو لارمي دي ليبراسيون سيتي ايمونس تنحنيو تواضعا امام هاد الناس والعمل نتاعهم ثوره الجزائر كي ديمارات بعد خدمه تاع 30 سنه توعيه وهيكله من 26 حتى 54 ومن قبل من ثورات صغيره جات قبلها ثوره الشاويه لي جون انسومي تاع لي زوريس شوفوا الناس هذيك الاراده اللي كانت عندها لا فولونتي اللي كانت عندها لا بون فوا اللي كانت عندها حسن النيه اللي كان عندها العمل الجبار اللي قاموا به رغم الظروف الاستعماريه استعمار مسلح عسكري تنحني تواضع لكن للاسف لقينا باللي المرض اللي صابهم هو عدم الكفاءه السياسيه طاحوا في التلاعبات نتاع اجهزه المخابرات والسياسه الفرنسيه صدير ربحنا المعركه عسكريا خسرناها سياسيا وخسرنا كل شيء خسرناها سياسيا على هذه ما جاش الاستقلال تحولنا من مستعمره بصفه مباشره يعني عسكريه وتواجد عسكري اكثر الى نيوكولونياليزم ثاني الاكذوبه تاع فرنسا خرجت في 65 مرسل كبير فرنسا قاعد تحتل 78 في واد الناموس وكون غير قاعد تما تسمش نو سيتي دي زيسي دار مومون دو ديستركسيون ماسيف برينسيبالمون باكتيريولوجيك دونك كي تشوف حقائق كيما هذه من بعد تشوف لارابيزاسيون سي دوغول مهري الله يرحمه قالهم سي دوغول كي امبوزي لارابيزاسيون تتقول على دوغول يحتم تعريب مي سي نورمال سي نورمال على بالكم باللي للناس اللي يقولون نكره العدو العربيه ماشي العدو العربيه شوفوا كل اللغه العربيه كملت فيها الترجمه مثلا ما حبستش من يعني من سقوط الاندلس وهما العرب يترجموا ويلموا الكتابات ويبعثوا البعثات العلميه ويترجموا بالعربيه العربيه تكون من اقوى اللغات على بالكم باللي يكون تحوس دير بحث باللغه العربيه ما تلقى والو الفرنسي كي هي لونغ يهضروها درك شكون 700 مليون وفرنسا سي اون بويسونس تكنولوجيك سيانتيفيك حبيتو ولا كرهتو عندها دي سوسيتي اوني كوموند فرنسا هذه
Eh ben, elle a du mal à suivre l'anglais. L'anglais, c'est la langue de la technologie. C'est le japonais. C'est le chinois. D'ailleurs, neuf dates le chinois. L'oura, l'oura, aimeish din. حتى ربي كيبعث الرسول بعث رحمة للعالمين. على بالكم باللي كون تقولوا باللي الإسلام لازم اللغة العربية صافي دير الإسلام هذا دين الحرب. باسكو ربي يقول لك إن في اختلاف ألوانكم وألسنتكم آية. ربي على باله باللي جامي العالمي هذا اللغة واحدة. دونك مي كيبعث رسالة للعالمين دونك هذه الرسالة نفسها باش تترجم. ماشي باش نخرج الشينوي العربية. على بالكم باللي كاين زوج ملاير مسلمين، على بالكم باللي كاين مليار و800 مليون مسلم كيوقف يصلي ما على بالوش واش قاعد يقول. إل نو سي با. ما على بالوش. حنا الجزائريين حنا يقول لك وراس ربي، إيه اش قاعد تقول؟ وحق ربي، إيه شي لل قسم هذا لا غالب باسكو علاه قال لك الاسلام عربيه احنا ماناش عرب اسيدي ولا ما نقدروش نكونوا عرب محال هيا شوف الراجل فيكم يسقسي بنو في الابتدائي الجيروا ولا وهراني ولا اللي حبيت قول له واش هي الماده الصعيبه عندك في القرايه يقول لك يقولوا العربيه بابا حل المناقش كون جات لغه الام محال يقول العربيه بابا محال باسكو لغه اجنبيه واحد ما يهدرها المصروه ما يهدروهاش تونس ما يهدروهاش مالكا ما يهدروهاش موريتانيا ما يهدروهاش السعوديه ما يهدروهاش الكويت ما يهدروهاش واحد ما يهدرها بكره عندهم ديالك تاعهم يقولوا شلونك واحد شبيتي واحد فيقو يجي يقول اه لغه القران يا راه قرا القران دابا راه قرا القران بعد لغه القران مالا كان القران جا العربي قاد عند العرب سيتو يغارديوه به باللغه تاعهم نستناو يجينا نبي الامازيغ والله نبي يهضر بالدرجه جيب لنا كتاب بالدرجه سيتو خمو شويه ريزوني 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 يا جماعه ريزوني اتوند جو فو دي كومونتير جو الوغ في بحوثي وجدت انه يوجد الكثير من القبائل في الشرق الجزائري كانت دائما في خدمه المستعمر منذ الرومان امثال نزار بن بوزيد بن كانا طارق بن زياد قاع يمشوا مع الوقت ويخدموا النظام هذا المشكل حذيفة قعقع خويا عاود دير ابحاث ادق من هكا دوك تفهم حوايج بزاف لو كورون ترادوي دون توت لي لونغ ابار اون تامازيغ اي بان ان شاء الله حنا غادي ترادوي اون تامازيغ كيف ترى واش رايك في بن بيتور مليح بن بيتور كوم تكنيسيان با C'est quelqu'un, il a une expérience de la gestion politique, c'est un économiste, un financier. Amdou Bahd Nadar, Ben Bitour, il s'en... Il s'en...